يأتي عربي وقح، وما أكثر هؤلاء الوقحين في كل زمان ومكان. عربي غليظ صفته على عكس صفة رسول الله، غليظ سخاب قاس القلب صليب الوجه أيها الإخوة، وغليظ القول. أتاه من بين يديه، لم يوزع 200,000 كيلو، 40,000 أوقية فضة، 200,000 هذولا، 200,000 كيلو فضة وزع هذا كله في ساعة على المسلمين، خذوه لا أريد شيئا. ويحضر على ابنته فاطمة عليه السلام الزهراء البتول أن تلبس قلادة بسيطة، يغضب ويحمر وجهه، أتريدون يا آل محمد أن تذهبوا طيباتكم في حياتكم الدنيا؟ لا، ليس لنا هذا، للناس لا نريد نحن. يا حبيبي يا رسول الله، يا حبيب قلبي، يا ملهم روحي وعقلي، إيش هالعظمة؟ يأتي من بين يدي أن يعطيني، مش حيحرمك ولا يحرم غيرك، لن يعود بشيء. والنبي يعطي، يأتي عن يمينه والنبي يعطي الآخر، يأتي من خلفه، وبعدين يستخفه الغضب الأحمق هذا الأرعن، يستخفه الغضب، يا محمد اعدل، فما عدلت منذ اليوم، اليوم هذا كله ما في عدل، عشان ما أعطيكهاش يا أحمق، يا محمد اعدل فما عدلت منذ اليوم. وفي رواية، ما هذه قسمة أريد بها وجه الله، ظلم، هذا مش لوجه الله، هذا وجه مين؟ يا سلف الحمقى، النبي قال خبت وخسرت، خبت وخسرت إلا ما أعدل، والذي نفسي بيده لا تجدون فيكم من هو أعدل مني. أنا قال أنا واحد، يقول لي وين الملك هنا؟ من يستطيع أن يجرؤ على ربع كلمة بين يدي ملك مسلط؟ لكنهم يعلمون محمد لم يكن ملكا أبدا، لم يتصرف ساعة على أنه ملك. والله مرات بواب في مدرسة، في جامعة، في مسجد يتصرف كملك مرات. إذا آنس من إنسان ذلة وانكسارا وكان من طبقة أنزل منه، شمخ عليه وتصرف كملك واستذله. نفوس عفنة رثة بالية. محمد العجب فيه أنه في قمة مجده، وهذه شهادة سجلها أكثر من مستشرقة، هذا الذي يلفتهم، يلفت المنصفين، يقولون الرجل ما تغير من أول يوم وفي ذروة المجد، في ذؤابة المجد، زاد تواضعاً وزاد إقبالاً وزاد تبسطاً مع الناس. عجيب، شو هالشخصية هذه؟ نبي يا حبيبي، هذا ليس ملكاً، هذا ليس قائداً مظفراً انتصر حالفه الحظ فجرى النصر في ركابه، كلا، إنه نبي يأتيه الوحي من السماء، حبله معقود بحبل الله. هذا هو السر في هذه العظمة الآخرة. أرجو من إخواننا هنا في الغرب وغير الغرب أن يفهموا سر حبنا لمحمد، نحن نشأنا على هذا، قرأناه، تعودنا، لذلك نعشقه عشقاً فعلاً دونه كل شيء. الصادق منا والله العظيم لا يحب نفسه ولا ولده ولا أحداً حباً يداني حبه لمحمد، لا والله. من أجل ماذا؟ مخدوعون به؟ ما في خديعة تستمر 1500 عام على هذا النحو، مستحيل، هذه ليست خدعة، ليست انخداعاً ولا اختداعاً، إنها الحقيقة التي كل من عرفها وواجهها واجه وجهاً من أوجهها أسرته وجذبت، سطت به أيها الإخوة، فهوى أيضاً، وهوي، هوى ليهوى، ليحب، ليعشق، بس فقط. ألم يقتله؟ لم يقتله، لم يعاقبه، أبداً أبداً، أعرض عنه. يقال هو ذو الخويصر التميمي، تباً له، قال ما عدلت منذ اليوم. أكثر من هذا، يقول عبد الله ابن عباس فقدت في معركة بدر قطيفة شملة تعيسة حمراء، إيه يعني قطيفة حمراء؟ ولا شيء، كلام فارغ، 5 دراهم يعني، فقدت، في واحد أخذها. فقال بعض الناس، بعض من في قلبه جدر النفاق، مرض النفاق والارتياب، لقد أخذها، تباً لكم، تباً لكم يا مرضى، يا مأفونون، أخذها؟ أما وجدتم إلا رسول الله لتتهموا بهذه التهمة الحقيرة التي على شاكلتكم؟ قال عبد الله بن عباس رضوان الله عليهما حتى أكثروا في ذلك،
فأنزل الله تبارك وتعالى وما كان لنبي أن يغل. النبي لا يخون، النبي لا يختص نفسه بشيء من وراء الناس خيانة من المغنم، حاشاه أو يحتاج إلى براءة تعليما لنا. انتبهوا، هنا درس علينا أن نتعلمه، درس لو حذق الدارسون أيها الإخوة كيف يكون الدرس لعلموا أن محمداً لا يمكن أن يكون أقل من نبي، ونبي عظيم أقل شيء هذا. لماذا؟ لماذا؟ لأن القرآن العظيم قد سجل وبتفصيل مدهش معالم حياة محمد الدعوية، معالم السيرة النبوية في كلتا حالتيها من حرب وسلم. القرآن سجل أشياء كثيرة جدا جدا، إيش قالوا إيش قلنا وإيش صار وإيش حدث، كل هذا يسجل. تعرفون لماذا؟ لأن القرآن ليس من وضع محمد، ولأنه ليس في حياة محمد ولا هدي محمد ولا سيرة محمد ما ينبغي أن يخفى ويدس، كله مشرف ومعجب بفضل الله. حتى الأخطاء اليسيرة البسيطة التي اجتهد النبي فيها طلباً للخير أيها الإخوة، طلباً للخير والبر، وجاء القرآن وعتب عليه فيها، والله تشهد لعظمة محمد قسماً بالله. المنافقون يأتونه، وبعضهم لم يكونوا منافقين لكن كانوا والعياذ بالله متخاذلين، يقدمون الأعذار في تبوك العسرة في السنة التاسعة، والنبي يأذن لهم. النبي يستحي، كان أشد حياء من العذراء في خدرها، لو كان ملكاً لقط رؤوسهم. تتراجعون تعتذرون بين يدي معركة فاصلة كهذه، والروم حشدوا لنا مع متنصرة العرب في 100,000، يعرضون على السيف مباشرة، كل من طلب إذن يقتل، لكن النبي يأذن لهم، الله سيغني عنهم، والله يأتي يعاتب علي، قال خطأ، قال النبي أخطأ. وين الخطأ هنا؟ عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. عفى لأنه رجل متبسط سهل سمح، يسر ميسور عليه الصلاة والسلام، رؤوف رحيم، يخجل ويستحي. نقول له لا، لا تفعل هذا مرة أخرى، هؤلاء كذبة ومنهم منافقون. عجيب يا رسول الله، هذا رسول الله، هذا القرآن سجل المعالم بالتفصيل، ليس فيها ما يدس، ليس فيها ما يعيب ولا يعاب. هذا يعطي محمد مصداقية زائدة على التاريخ.